أوي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده بدأ تسجيل صح؟ تمام، مش متأكد والله. مكتوبة ريكوردينج قدام. مكتوبة؟ طيب انا مكتوبة. طيب احنا النهارده بنتكلم في المحاضرة دي عن تشابتر 3. تشابتر 3 بيتكلم على الانفايرمنت اللي حوالين الماركتنج اوبريشنز، حوالين الماركتنج بروسيسز بنعمل ايه. ف الانفايرمنت دي يعني ايه؟ ايه مكوناتها؟ وازاي ممكن تأثر عليا او انا أثر عليها؟ فتعالوا نراجعها مع بعض بقى واحدة واحدة. هل قريتوا حاجة من الكيسز زيروكس او غيره من الحاجات دي؟ انا اريد زيرو. طيب تقولها لنا الأول، فاكرها؟ تمام. وتريليت على قد ما تقدر كده بالأفكار اللي هنقولها لاحقا، يعني ممكن يكون علاقتها ايه باللي هنتكلم فيه النهارده كإنفايرمنت. اتفضل يا أحمد. ماشي تمام. هي زيروكس في بدايتها كانت في الناينتيز، في 1998 كانت ناجحة وبتحقق بروفيتس عالية. بعد كده حصل لهم دروب فجأة في الماركت فاليو بتاعهم. ده كان حصل بسبب الانفيرومنت، كانت اتغيرت فجأة، كله بدأ يتحول للديجيتال وزيروكس فضلت زي ما هي. يعني ايه بقى اللي كانوا اتغير هنا؟ مركزين الديجيتال او التكنولوجي صح؟ التكنولوجيا. والتكنولوجي هنا واحده من الفاكتورز اللي جوه انهي انفايرمنت، الانترنال ولا الاكسترنال؟ external اكسترنال بالظبط، وبالتالي اثرت عليهم سلبا ولا ايجابا؟ لا سلبا. تمام ماشي اتفضل. كل كاستمر بقى سابوا زيروكس وبدأوا يتجهوا للديجيتال دوكيومنتنج. ايوه زيروكس كانت دي مش مهتمة بالكاستمر نيدز وكده، كانوا مركزين بس ان هم ازاي يخلوا الاولد كوبيرز بتاعتهم بيرفكت. بس بعد كده زيروكس بقى عملت ترانسفورميشن من الكوبيرز، ان هي يعني بيصنعوا كوبيرز او كوبيرز كومباني للدوكيومنت مانجمنت. ايوه بس يعني فتحولت هم من حاولوا انه بقى يهتموا يعني بالكاستمر نيدز فكر معايا بقى كده واحنا بنتكلم على فاكر انت الماركتنج كونسبتس اورينتيشنز، هم كمان حاولوا يسبقوا الاذر كومبيتيتورز والفندرز، مش انه بقى خلاص كمان يعمل ديجيتال ترانسفورميشن للمكن بتاعه يبقى كونكتد وكذا، لا راح اصلا هو انت بتستخدم المكن ده ليه؟ بتستخدم المكنه الاتش بي والحاجات الكومبيتنج ديفايسز دي ليه؟ عشان تعمل مانجمنت للدوكيومنت. طيب انا هعمل لك بقى، هدخل اسبق كمان في الدوكيومنت مانجمنت على قد ما اقدر. فبدا يروح للفاليو اللي عايزها الكاستمر اصلا، هو عايز ايه من ورا الديجيتال ترانسفورميشن ده؟ التعامل مع الكونتنت، التعامل مع الدوكيومنت بشكل مختلف يعني. فحاول هنا ايه يجامب على ماركتنج اورينتيشن اكتر منه كمان سيلز ومنه مجرد تكنولوجي. كويس، وبالتالي هو عمل كده ماركت ديفلوبمنت ولا برودكت ديفلوبمنت؟ product development. which means ان هو كان في نفس الماركتس اللي هو فيها، عشان كده على الانسوف ماتريكس يبقى محتاج يهتم بالايه؟ بالبرودكت ديفلوبمنت، لانه في نفس الاكزيستنج ماركت بس بيحاول يقدم innovative new ideas او products او updates بفيتشرز جديده على البرودكتس بتاعته، صح كده؟ صح كده تمام. جميل، فادي واحده من الافكار انه بتقول ازاي شركه عملاقه زي زيروكس اتاثرت سلبا وقعدت فتره زي ما سماها هو دارك دايز يعني، اند ذن حاولت تتحول تاني بشكل مختلف شويه ويمكن تحاول تسبق كمان بشكل موضوع. طيب يصبح بقى يعني ايه انفايرمنت؟ يعني ايه ماركتنج انفايرمنت؟ ماركتنج انفايرمنت هي الفاكتورز او الفورسز، فاكتورز اور فورسز بتاثر على مين؟ اهي ذات افكت ماركتنج مانجمنت، بتأثر على الماركتنج مانجمنت، المانجمنت ده اللي هو بلاننج وليدنج او بلاننج اورجانيزنج ليدنج اند كنترولنج الفور مانجمنت فانكشنز، والمانجمنت فانكشنز دول فور ذا ماركتنج اوبريشنز شغالين، تيجي الفورسز دي تأثر عليه. فهي فورسز هتأثر عليك وكونسيكونتلي انت هتحاول تأثر عليها او انك تبوش الامباكت او الايفكت اللي بيحصل ده. افكت ذا ماركتنج مانجمنت ability to build and maintain successful relationship with target customers or consumers. وانا قاعد اعمل successful relationship عشان بعمل relationship ليه يا جماعه؟ عشان ابعت له الفاليو، اكريت فاليو وابعتها له واخد فاليو ان ريتيرن،
سواء الفاليو دي مونيتايزيشن ماني يعني او فلوس او بفيدباك وابديتس وايدياز جديده على البرودكتس. ايه بقى الفرق ما بين الماكرو والمايكرو؟ ماكرو والمايكرو مين يقول؟ المايكرو انترنال والماكرو اكسترنال. تمام، يعني ايه انترنال يعني ايه اكسترنال؟ يعني جوه الشركه سبلايرز انترنال دي الحاجات يعني الناس القريبه منها قوي. قريبه من الشركه ايه يعني في المسافه يعني ولا قريبه ازاي؟ يعني ازاي اعتبرهم انترنال؟ تعامل يعني قريبه في التعامل يعني التكنولوجي دي مش قريبه اللي انا بقدر اثر عليهم. ايوه that you can control بالظبط. فكل ما كنت تقدر تكنترول الفاكتور ده او الاليمنت ده هنعتبره انترنال. كل ما كان الاماونت اوف كنترول لس مينيمال منك وهو هيز اكسيدنج يور ابيليتي او يور اماونت اوف كنترول هو الاكتر، يبقى ساعتها بقت ماكرو او بقت اكسترنال. فبينج انترنال اكسترنال اتس نوت اباوت يعني فيزيكال بريزنس او لوكيشن. امال ليه علاقه بايه؟ هو بيسيطر عليا، يقدر هو اللي يضغط عليا، هعتبره اكسترنال. اقدر انا كنترول واعمل له يعني سيطره كامله او الى حد كبير هيبقى انترنال. طب ده معناه ان ممكن تيجي حاجات، ده المعنى الكبير يعني، هي في التعريف العام انترنال يعني مثلا عند بعض الناس انترنال، بس بالنسبه لنا اكسترنال ايوه. فبالتالي احمد هنداوي فاتح هيز اون يعني براند وبيبيع اكل، الايتم اللي اسمه مثلا سبلايرز عنده ممكن يبقى انترنال، هي كان كنترول فولي. انما عبد الرحمن اللي بيشتغل في التكنولوجي ممكن السبلاير اوف ذا تكنولوجي يبقى بالنسبه له اكسترنال. اذا للدرجه دي الحاجات الاساسيه المتعارف عليها ممكن تتعكس؟ يس ممكن. فبالتالي التعريف للانفايرمنت هي فاكتور بيأثر عليك وانت تأثر عليه. المايكرو انا اثر عليه اكتر وانا اللي بتحكم فيه اكتر، انا الماجوريتي اوف ذا انفلوينس. الماكرو الماجوريتي اوف ذا انفلوينس منه هو. الاسماء اللي جايه واللي هنتكلم عليها واحده واحده هي جنرال نون ديفاكتو يعني ديفايند انفايرمنت او انفايرمنتال فاكتورز المعروفه. انما مش معناه ان لازم تفضل كده بالنسبه للكيس بتاعتك او الكيس اللي بتدرسه، ممكن يبقى فيه اختلاف، ممكن يبقى فيه اختلاف. متفقين؟ عشان نفكر في ده واحنا ماشيين. ماشي الحال؟ يلا ناخد واحدة واحدة ونفكر وناخد examples عليه. بيقول الكمباني أصلا الكمباني اللي هي إيه؟ مين الكمباني؟ مين الكمباني يا جماعة؟ يعني إيه كمباني؟ أمال أنا مين؟ إحنا الماركت بالظبط. إحنا الماركتينج مانجمنت اللي هو ممكن تبقى ديبارتمنت أو تيم أو فورس أو بروجرام أو حتى شخص أو اتنين. فبالتالي الماركتنج تيم ممكن يحصل عليه انفلونس من الكومباني، بس مين اللي الانفلونس ليه اكتر؟ انا كماركتنج تيم ولا الكومباني؟ لا المفروض يبقى انت ليك الباور، عشان كده بنعتبرها انترنال. عشان كده بنعتبرها انترنال. فبالتالي الشركه هتاخد قرارات وهتاخد ديسيجنز وهتحط الميشن اهو. توب مانجمنت سيت ذا كومباني ميشن اوبجكتيفز برود استراتيجيز بوليسيز. طبعا ده هيأثر عليك، بس مين اللي المفروض يبقى له كنترول الاكبر؟ الماركتنج. والله يبص الميشن دي خلينا نعمل برودكتس مش مناسبه للماركت، الميشن دي الاوبجكتيفز دي مش هتتحقق بالشكل الفلاني، فانت هيبقى ليك السي وتقدر تبوش ده. طب هل يا ترى ما فيش شركات يعني الكومباني والبورد والديسيجنز والميشن والفيجن يبقى ليها الامباكت على الماركتنج تيم؟ اه طبعا بندخل شركات وبنلاقي كده، ودي واحده من الحاجات انت بقى from يعني engineering او marketing engineering perspective لما تدخل نعمل assessment ولما تتشارك بعد كده ان شاء الله بعد ما تتخرج اللي هو very soon ان شاء الله في اي شركه marketing operations تقول لهم لا تعالوا بقى ده انتوا اللي بيحصل عندكم انه ال company بت override ال marketing decisions. فهنا في مشكله، في مشكله يا جماعه، لازم تدوا authority و power اكتر شويه لل marketing لان ده اللي بيسمع ال value وبيدي فاليو وبيسحب فاليو تاني من الكونسيومرز. بس طبعا يكون ده بيحصل، خلي بالك يعني برضو انت لازم تطمن ان في حاله ماتوريتي عند الماركتنج تيم والماركتنج اوبريشنز، والا هتبقى الدنيا فيها مشكله ضخمه جدا. بس ما تنساش انه الماركتنج مانجمنت تيم الانتيتي دي هي اللي المفروض تبقى ليها انفلونس اكتر على الكومباني، وهتفضل الكومباني طول الوقت بتاثر عليك بوزيتيف او نيجاتيف بقراراتها
بالميشن بالفيجن بالسيلكشن اوف يعني برودكت لاينز بورتفوليو الافكار اللي عايزين يشتغلوا فيها اند سو اون. واضحه الفكره دي يا جماعه؟ تمام. طيب سبلايرز، مين يقول سبلايرز؟ ازاي مين هم السبلايرز وازاي اثروا عليك وازاي انت تقدر تاثر عليهم ومين له التاثير الاكبر عشان نقدر نعتبرها انترنال سبلايرز؟ ايوه ايه اللي حصل؟ لا لا ما هيك عادي. هم اللي هم اللي بيدوا لي يعني بي سبلاي مين اللي عشان اعمل البرودكت ده اللي بيديك الكومبوننتس اللي هتعمل بيها يور اون ده بيديك الرو ماتيريال ده بيديك السبير بارتس ده اللي هيديك الكومبوننتس اللي هتقدر تحقق لك البريزنس اوف يور فاليو. طيب ده بقى جه قال لك لا الاسعار غليت، ده قال لك لا نفس الاسعار بس الجوده قلت، ده قال لك لا لازم تديني كوميتمنت تاخد قد ايه كل شهر. الله، زي مثلا بعض الامثله مثلا على القهوه مثلا زي ستاربكس والقهوه اللي بتجيله، طب ما القهوه دي بتيجي من سبلاير مزارعين يعني اللي بيسبلاي القهوه دي هيكلف كام؟ تكلفته عاليه، الجوده، الكميه، هل يا ترى هيقدر يظبط الزراعه والظروف المناخيه ظروف الزراعه انها تديله نفس الجوده، ولا عشان يديلك نفس الجوده محتاج يتدخل بتكنولوجيا زراعيه فبالتالي السبلاير ممكن يعرض عليك اسعار اعلى جوده اقل، هتعمل ايه ساعتها؟ عندك ديبيت تعمل ايه وتقدر تكنترول ده باني شكل وتعمل فيه. فبالتالي السبلاير الدرجه الاولى هو انترنال لان انت يو كان كنترول بانك تغير السبلاير، تعمل اكتر من سبلاير، تحط شروط عليه عشان يوفر كواليتي، تحط شروط عليه عشان يوفر وتعرض عليه سعر ازاي. بعض الهايبر ماركتس مثلا غير المثال القهوه، بعض الهايبر ماركتس بتطلب منك كسبلاير انت بتحط مثلا فريش برودكتس او بتحط مثلا ديري برودكتس او بتحط حتى سوفت درينكس، تطلب منك اصلا ليستنج فيز يعني عشان يدخل يعمل كودنج لمنتجاتك على السيستم دي تدفع فلوس. شوف قد ايه بيفرض عليك كسبلاير ماركتنج تيم تدفع اصلا فلوس عشان يعمل ليستنج برودكتس. اكتر من كده يقول انت عايز البرودكت بتاعك ليست خلاص دلوقتي اوكي اجر بقى شلف، اجر شلف ايوه عشان تاخد شلف هديك شلف متر كده. متر ازاي؟ انا عندي تنوع في المنتجات، انا مثلا بجيب لك مثلا الاعشاب منتجات اعشاب فانا عايز احط لك انواع كتيره جدا بفليفرز ومختلفه ما يكفيش متر يعني لو عايز لي 10 متر لا خلاص متر فري طبعا هتحتاج تاخده فيفرض عليك رنتال فيز او سيت اب فيز او شلف فيز ممكن تبقى وان تايم ممكن تبقى ريجولر. حتى لو وان تايم يجي بعد كده يقول لك خلاص انت دفعت ليستنج فيز ودفعت شلف عشان اخصص لك مكان اوكي لسه باخد خصم لسه تاخد خصم ايوه كل منتج هيتباع او كل قطعه هتتباع خد منها برسنتج 20-30% وات ايفر. طيب خلصنا كده لا لسه تاني ايه تاني الفلوس بتاعتك هتاخدها امتى؟ انت بعت النهارده اجي اخدها بالليل لا 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 مش بالليل يعني طب خلاص هديك فرصه لبكره الصبح اديك فرصه لاخر الاسبوع بلاش الاسبوع خلينا بالشهر اخر الشهر نتحاسب على اللي بعته لا مش اخر الشهر 90 يوم 90 يوم 3 شهور يعني انت خدت الحاجه النهارده فلوسها مباشره العميل اللي خارج عمل بيمنت بالكريدت كارد جات لك الفلوس بعد اسبوعين ثلاثه دفع كاش خدت الفلوس كاش مباشره حتى لو بتعمل تقفيلاتك وحساباتك الدنيا تاني يوم ثالث يوم بعد اسبوع بعد اسبوعين مع فلوس الكريدت كارد اخر الشهر ليه 90 يوم هو كده. طيب فهو كماركتنج تيم بيحط على السبلاير بردن كبير قوي بالمقابل بيقول لك ايوه لانك بتجيب حاجتك بتتباع فبيع لك كميات كبيره انا بعمل بروموشن وبعمل ترافيك وبعمل كامبينز وبعمل ماركتنج اكتيفيتيز وبعمل سيلنج يعني اكتيفيتيز عشان اجيب الناس والناس بتتجول وبتشتري عندي من كميات كبيره فبيحط البردن وبيحط الفورس دي عليك كماركتنج تيم يعني. انت كسبلاير ساعتها موقفك ضعيف وهكذا. طب ممكن نفكر في سبلاير مثلا يحط عليك اشتراطات اكتر فيبقى له باور عليك مثلا اضرب لك مثال مثلا بمصانع الاسمنت عندنا تو سبلايرز او سبلاير بتاع الورق يعني والله لو سبلاير للورق اللي هو انتوا عارفين ورق الامتحان ورق الامتحانات ورق البرينتنج والبيب عليه انفويسز وكده ده انا كماركتنج ديبارتمنت او تيم بتاع مصنع اسمنت ليا باور عليه فانا كده بعتبر السبلاير انترنال. في سبلاير اللي بيجيب لي الورق بتاع شكاره الاسمنت اللي بتعبى فيه الاسمنت اللي هو ما ينفعش اعبيه غير في ورق لظروف الاسمنت وكده
ونقله والرطوبه والتعامل مع الاسمنت كويس. ده بيعمل ايه؟ لا ده له باور عليك بقى، هيقول لك السعر كذا كذا لانه ممكن ما فيش غيره، وممكن هو بيديك خامه كويسه وكذا وكذا. فبالتالي ممكن السبلايرز بالنسبه للبرودكت في مصنع في شركه ممكن يبقى بالنسبه لنا بالنسبه لك انت انترنال، وده الطبيعي وليستد هنا في الكتاب على انه انترنال، وممكن لحد تاني يبقى اكسترنال، وممكن عند نفس الشركه يبقى لخامه ورق او لطبيعه استخدام ورق انترنال زي ورق البرينتنج والاوفيس يعني سبلايز وكده، وللباكينج بتاع البرودكت بتاعي يبقى اكسترنال يعمل عليها باور اعلى. هتشوف بقى تعمل افويدنس او تعمل يعني بارير لده ايه، ممكن تعمل شراكه معاه، ممكن تاخد منه كميات كبيره، ممكن تعمل اجريمنت دي لونج تيرم شويه، ممكن تعمل اكوزيشن تشتري عنده اسهم بحيث لو ضغط عليك انت ليك في البورد هناك سي او فوتنج باور، وممكن كمان تعمل يور اون لو انت مصنع اسمنت وشايف ان ده حاجه اساسيه بالنسبه لك وكذا، تبتدي من الاول خط ورق او مصنع صغير للورق يسبلاي ليك، ويمكن الزياده يبيعها في الماركت او يصدرها ويبيعها حتى الكومبيتيتور او ما شابه. واضحه فكره السبلاير مثلا كانترنال مايكرو فاكتور ممكن ياثر ازاي عند حد بشكل وعند حد بشكل تاني، او عندك انت بنوعين مختلفين من انواع الانفلونس يعني. الماركتنج انترميدياريز، احنا اتفقنا ماركتنج انترميدياريز دول ممكن نسميهم ايه كلمه واحده، الشركات اللي بتشتري منها كاستمرز، لان هو ياخد البرودكت بتاعك بيبيعه، فبالتالي انت ممكن تبقى بالنسبه له كاستمر او هو بالنسبه لك كاستمر. فهنا مثلا اهو partnering with marketing intermediaries Coca Cola provides retail partners ماكدونالدز مثلا او زاكس او الشركات اللي بتبيع فاست فود، بيحطوا له الماشين ويجيب له الحاجه with much more than just software it also pledges powerful marketing support لان بتعمل campaigns وكذا، فالناس جايه حافظه الكوك وحافظ سبرايت والفانتا او بيبسي او وات ايفر ايه السوفت درينك، فهو هنا بيدي لك سبورت كتير. فالماركتنج انترميدياريز انت في الحاله دي لو انا عندي تشين والتشين دي ببيع فيها اكل وفاست فود او اي نوع، انا ليا المفروض باور على الجماعه دول لان ببيع طبعا، بس طبعا يبقى ليك الكفاستي. يعني تخيل مثلا واحد فينا فتح محل صغير كده وقال انا ببيع هنا ساندوتشز ولا سوبرماركتس، وتقول لهم بقى يقول لك لا انت حجم صغير يعني مش هحط لك مكنه، مش هحط لك الثلاجه بتاعتي، مش هعمل لك البراندنج بتاعي لان الحجم بتاعك قليل. لازم طبعا تبقى في مومنتم او في كاباسيتي مناسبه هنا. فطبعا هم منهم اسماء كتير، مثلا هنا بيقولوا فيزيكال ديستريبيوشن فيرم، شركات التوزيع، ريسيلرز، برضو في فاينانشال انترميدياريز زي البنوك اللي هو بياخد منتجك ويبيعه لك او يسوقه لك او يدي لك كريدت فاسيليتي عليه يعني، او شركات التامين او ما شابه. فبرضو مهم هنا نستوعب انه ممكن يبقى الانترميدياريز دول اشكال واسماء مختلفه، انما في الاخر كاستمرز ليا، كانه كاستمر ليا مش هو اللي بيكونسيوم، هو بياخد البرودكت ويضيف عليه ويطلعه بشكل اخر يعني. فلو قدرت انت بتبيع عربيات وتتفق مع ماركتنج ايجنسي مثلا انها تبيعها لك، او مع ريتيلر اللي هو فيزيكال ديستريبيوشن فيرم، عندك زي شركه اسمها عربيات وشركه السيارات وشركه المصريه للسيارات، كل دي فيزيكال ديستريبيوشن تشين او فيرمز، تحط عندها عربيه واثنين وفروعه كتيره وفي كل مكان، فانت كمنتج للسياره او للعربيه هو بيوفر لك ده، فالمفروض انك ليك عليه باور، الا اذا كان برضو هو في موقف قوه عنك وبدا يضغط عليك زي النموذج العكسي ان الديستريبيوشن شانل تقول لك لا انت عايز توزع عندي اصلا، تعالى خد الايه الاوبليجيشنز والبردن الاضافي. واضحه الفكره؟ تمام. مين الكومبيتيتورز يا جماعه؟ مين هم الكومبيتيتورز؟ مين يقول؟ الكومبيتيتورز المنافسين بتوعي في الماركت. ترجمه كويسه يعني كترجمه صح. انا عايز انبهك بقى ان الكومبيتيتور صح كترجمه، بس اهم حاجه ان هو بيبيع ايكوال هوموجينيوس برودكت. تاني يعني انا دلوقتي هاكل فاست فود، فقدامي 3 4 ما بيعملوا فاست فود، دول كومبيتيتورز
كويس، لو انا ناوي اكل فاست فود والفاست فود ده من اللي ب 50 جنيه، مش مفروض ان احط كومبيتيتور قوي اللي بيبيع اكل وهقعد كده سيت منيو واقعد واوردر وفي ريستورانت وكده وداين ان وادفع فاتوره 200 جنيه ده مش بيكمبيت مع ده، ده بنسميه كانه سبستيتيوت، يعني ده مفيش فيه هوموجينيتي مع البرودكت بتاعه. الهوموجينيتي هنا بتبقى علشان نسميه كومبيتيتور لازم يبقى شبهك في نفس البرودكت في نفس الماركتنج ميكس، يعني بيعمل ميكس شبهك قوي، ولذلك هتبقوا بتتنافسوا مع بعض في نفس الليفل اوف نيد. انما لو طلع ان التاني في الليفل اوف ديماند او في الليفل اوف وونت، لا بقى مختلف شويه عن كونه كومبيتيتور، ده بنسميه رايفلري، يعني كانه كده حد جديد جاي على الحته دي، او لو هو من ناحيه البرودكت بنسميه سبستيتيوت، يعني ده بديل. بديل مش بمعنى انه من نفس نوع الحاجه، لا نوع تاني اخر، حل مختلف بس بيحقق لك نفس الفاليو، فلوس اكتر بقى بطريقه تانية ببورتفوليو تاني بماركتنج ميكس تانية، وارد يكون ده بيحصل. فمهم قوي بس نفهم فكره الكومبيتيتور ده انه شبهي في نفس السيجمنت في نفس نوع البرودكت في نفس التركيبه بتاعتنا، تركيبه ايه؟ الفور بيز، برودكت برايس بليس اند بروموشن. سهل كده؟ تمام. بابليكس، مين هم البابليكس بقى؟ حد عرض بابليكس؟ هم في لما الفاينانشال بابليك، مين البابليكس يعني مين هم؟ دي مجموعات، ممكن تبقى جمعيات، ممكن تبقى جمعيات اهليه يعني غير ربحيه، وممكن تبقى مؤسسات حكوميه، مثلا يعني جمعيه حمايه المستهلك. الجمعيه دي او الهيئه دي لحمايه المستهلك دي مش الحكومه نفسها، دي هيئه شبه حكوميه، او جماعات مثلا الخضر مثلا بيعملوا ايه، دول يقولوا والله انتوا عمالين تبوظوا في الانفايرمنت وكده. فممكن تبقى البابليكس دي مجموعات من الناس، مجموعه حقوقيه مثلا، مجموعه ماليه، مجموعه تهتم بحقوق الانسان، مجموعه تهتم بحقوق الحيوان، مجموعه تهتم بحقوق النازحين او اللاجئين، مجموعه تهتم بحقوق الاقليات، بما يسمى بالكالرت، اي حد بشرته لون اخر. ليه؟ لانه الناس والعملاء او اسف الناس والشركات بتميز، بتقول لا ده غير ده وده غير ده، فدول يعملوا ضغط على الشركات. طب لما يعملوا ضغط مين اللي له باور اكتر؟ والله بما انها انترنال احنا اللي لينا الباور الاكبر. طب نجيب منين الباور الاكتر دي؟ هتعملها ازاي؟ انك تتواصل معاهم قبل ما تنزل ببرودكت، تتواصل معاهم تشوف ده بيعمل كومبلاينس معاهم ولا لا، وتعرف الريجليشنز بتاعتهم ايه، وتطلب منهم يدعموك وتبعت لهم بي ار كامبينز. فانت تقدر تدعم الباور بتاعتك بانك تتواصل معاهم قبل وتتواصل معهم اثناء. لو انا موجود وخدت مثلا منهم ستامب ان البرودكت بتاع عبد الرحمن او احمد كومبلاينت مع حقوق المستهلك، كومبلاينت مع مثلا الهيومن رايتس او مع الانيمال رايتس، فانت عملت دواء وعديته علينا واتكلمت معانا اثناء التجارب العلميه بتاعته وخليتنا نفحص معاك، فطالع ستامب كده انه ما عملش فايليشن ل animal rights او ما عملتش violation لhuman rights. فانت المفروض يبقى ليك باور وكنترول عليهم بانك تتواصل معاهم، تعمل معاهم الاكتيفيتيز، تدعوهم للحضور معاك، تاخد منهم accreditation او acceptance على الابروفلز يعني على الشغل اللي انت عملته. دي حاله البابليكس. يعني في بابليكس طبعا ممكن تبقى عامه، وفي بابليكس اللي ممكن تتكون مثلا من الموظفين، يعني البابليكس العامه دي اللي هي الخارجيه زي الامثله اللي انا قلتها. في بابليكس انترنال اللي هي مثلا بورد، مثلا ممكن تعتبرها مثلا اللي هي بيسموها الاسوسيشنز اللي هي بيعملوها العمال، يعني اتحاد العمال مثلا، اتحاد العاملين، العمال عملوا مع بعض حاجه وقالوا دي كوميونتي. وعلى فكره مش لازم تبقى ريجسترد اوفيشلي، هم وانس اللي عندهم باور او بقوا متشكلين كفورس لازم تتواصل معاهم وتضمن وجودهم، مثلا نقابه العمال، نقابه الموظفين، نقابه كذا، كل دول. واضحه الفكره دي؟ تمام. طبعا في امثله هنا من تايد مثلا ومنتجاتها، والكاستمرز
إذا الكاستمرز ممكن يبقوا انترنال، يعني انت اللي بتسيت البورتفوليو، فاكرين انتوا انت اللي بتسيت الماركتنج استراتيجي، فبتقول انا شغال برودكشن افوردبل بس، طب احنا عايزين يا عم كذا، لا انا شغال كده وببيع كده وبكسب كده، هتخسر طبعا العملاء التانيين، بس انت اللي بتفرض هنا انت اللي بتقدر تقرر السعر، البرودكت، البليس، البروموشن، وتبقى ليك كنترول عليه وتختار السيجمنت. فاكرين السيجمنتيشن؟ انت اللي قسمت الماركت الى هوموجينيوس جروبس، والهوموجينيوس جروبس دي اخترت منها جروب او اثنين اللي هو تارجتنج، وعملت ديفرنشيشن، انت اللي قررت تعمل العربيه الكهرباء الصغيره، وبالتالي اللي عايز العربيه الكبيره اللي عدد اكبر وبتستهلك وفيها باور اعلى ما عملتهالوش، فانت ليك كنترول بالدرجه انك ممكن تسيب الماركت. يعني انت لما هتروح لنيو ماركت بنفس البرودكت وتعمل ماركت ديفلوبمنت، انت سبت للكاستمر بتاعك الماركت ده وقلت له انا مش عارف اتعامل معاك وليه باور عليك، فسبتك ورحت للايه، لماركت تاني بكونسيومر او كاستمر تاني. طبعا ممكن يبقى كونسيومر اللي هو اللي بيستهلك البرودكت، ممكن تبقى الحكومه هنا جوفرمنت اهي هي اللي بتشتري منك، وممكن يبقى البيزنس. البيزنس ده اقرب للكاستمر، يعني اللي هو بياخد البرودكت بتاعك ويدخله في استخداماته، فهو بياخد مثلا منك مثلا الزيوت علشان يحطها في عربيه ويبيع العربيه، انما هو مش بيبيع الزيت تاني او بيتعامل. فممكن انترناشونال يعني، بس دي اقرب للوكيشن شويه. فيعني كونسيومر هيستهلكها هو مباشره، هيستخدم العربيه او هيدخل الخامات بتاعتك في انتاج العربيه، او الحكومه او انترناشونال باديز يعني. كده يبقى خلصنا الانترنال، واهم حاجه نستوعبها ان ممكن يبقى في بعض الانترنال اليمنتس اكسترنال هي اللي ليها باور عليا، السبب انه في الكونتكست ده او في السياق ده هم اللي ليهم الكنترول اكتر على الشغل بتاعه. اوكي، ماكرو بقى. يعني ايه ماكرو؟ اتفقنا لما اكسترنال اكسترنال يبقى هم ليهم كنترول اكتر علينا، هم اللي بيقدروا يتحكموا فينا اكتر، وبيمثل بالنسبه لك لانه اكسترنال ثريت بيمثل تهديد، صح؟ طبعا لو انت قدرت تتحكم فيه او تتعامل معاه بشكل جيد هيمثل بالنسبه لك ايه، فرصه او اوبورتونيتي، صح كده؟ تمام. اول واحده فيهم ديموغرافيك انفايرمنت. يعني ايه ديموغرافيك؟ ايه علوم يعني ايه تعريف كلمه ديموغرافيك؟ مين يقول لنا التعريف بتاعها؟ ليه مختصه بايه؟ كون statistics الاستاتستكس. لا مش الاستاتستك، اصل الاستاتستكس هي الارقام اللي عن الديموغرافيكس، مش الاستاتستكس. الاستاتستكس هي الارقام اللي هتكلمنا عن الديموغرافيكس، اوكي؟ انما هي فعليا الفيزيكال بريزنس بتاع التعداد السكاني، يعني عددنا قد ايه، ده تعداد سكاني. اطلع لك عنه احصاء، دي ارقام بقى ريبورتنج يعني. احنا تعدادنا قد ايه؟ كويس. متقسمين ايه؟ جندر، كم ميل وكم فيميل؟ طيب الاعمار بتاعتنا ايه؟ اعمارنا ايه؟ شباب اكتر ولا شيوخ اكتر ولا اطفال اكتر؟ طيب متوزعين فين؟ قاعدين في الدلتا اكتر ولا متوزعين اوفر الرقعه او المساحه السكانيه بتاعتنا؟ كويس. فبالتالي هو العلم او التعريف الخاص بالتعداد السكاني، عدده، تواجده، الاعمار السنيه، معدل الوفيات، معدل المواليد، الجندر، وهكذا. وده بيختلف طبعا زي ما انتم عارفين من بلد للتانية. فمثلا مصر ممكن تبقى شكلها بيل شيب اكتر، يعني نورمالي ديستريبيوتد كده من حيث تعداد 66 ولا شبه 70% شباب، السن اللي هنا حوالي مثلا 12% اطفال، وهتلاقي 12% اللي هم الكبار والشيوخ. فدولة شابة عندها قوة وطاقة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت عندنا تميز انه في كل تقريبا شريحة عمرية من دول عندنا توازن ما بين الجندر، الميلز قد الفيميلز، ما فيش الفرق الضخم. وده ملوش علاقة بمشاكل تأخر الزواج او الطلاق او غيره، لان دي مشاكل ليها علاقة بيه اللي جاي بعد شوية، الكالتشر، احنا الناس فاهمة ايه وبتحط اعباء على نفسها ايه، او الناس بتطالب بعض بايه، او العادات والتقاليد ايه. انما من حيث تعداد السكان توزيع قوية جدا، من حيث الجندر في كل شريحة عمرية اللي حتى ليها تفاصيل اكتر من كده متكافئة او متساوية تقريبا، وبالتالي المشاكل الناشئة عن ده في الزواج ملهاش علاقة بعدد
ولا جندر. طيب انا هنا بقى مثلا في دوله شابه واغلبها شباب، ما تتوقعش بقى ان يبقى معاه فلوس كتير لانه لسه شباب، لسه متخرج او بيتخرج او لسه متجوز او يا دوبك مشكل بيته واسرته ولسه شغال بقى له 4 5 سنين، ما تروحش تبيع له بقى رحله سياحيه لاوروبا لمده شهر ولا كذا ويلف يعمل كروز في البحر المتوسط. يعني الناس ممكن تقعد يعني تعيش وتموت ما تعرفش تعملها، او لو عملتها تبقى بعد ما عدى ال60 مثلا، على ما عرف يخلص نفسه ويخلص اولاده وكده ويبقى عنده مساحه تفكير او قدره ماليه في ده. فبالتالي التعداد لو هو شباب اكتر ممكن تتوقعش معاه دخل. وبالمقابل ما تيجي تشوف مثلا دول زي اليابان زي المانيا، هتلاقي العمر الكبير ده هو الاكتر، واعمار الشباب اقل، واعمار الاطفال او التينز اقل. فبالتالي هتلاقي امه او بلاد عندها حاله شيخوخه، بالدرجه ان هم في حاله خطر، يعني لانه الشيخوخه دي هيكبروا وهم كبار دلوقتي وعددهم الاكبر، فالكيرف يعني سكيود كده ناحيه السن الاكبر يعني. فبالتالي يعني لو استمروا كده هم في خطر، مش موجوده يعني البلد دي او تعدادها قليل جدا جدا، يعني مع الوقت تختفي، قد تختفي يعني. ولذلك البلاد دي اللي بتقبل الهجره بشكل ما او باخر، او عندهم خطوره يعني، في خطوره يعني استراتيجيه يعني. هم دول اللي تلاقيهم جايين سياح بقى، يعني تلاقي السياحه اكتر جايين دول، لان دول اللي معاهم وقت، دول اللي طلعوا معاش، معاهم دخل، معاهم مساحه فرصه في التفكير في الحاجات دي كلها. فانت محتاج تفكر في الديموغرافيكس ايه، لان هتاثر عليك. ما تجيش مثلا هنا الطاقه كلها شبابيه وتقول هعمل رحلات سياحيه بالاحجام الكبيره دي. ولذلك يعني تلاقوا في الفتره الاخيره منتشر اكتر على الفيسبوك والسوشيال ميديا الرحلات الرخيصه، رحلات اليوم الواحد، رحلات 3 4 ايام، رحلات مخفضه جدا في كامبس، حتى لو سافروا بره البلد رحلات تشارتر، ما فيش اكل هناك، انت تاكل على حسابك وانت ما تتفسح، وهنقضيها مشي وهنعمل عجل. يعني حتى لما تطرح باكج السياحيه بتطرح منخفضه التكلفه، مش الحاجات اللكجيريوس زي ما ممكن يكون في بلاد تانية تعداد والدخل فيها. بيقول هنا مثلا على بيبي بومرز اللي هو التعداد السكاني نتيجه اثار الحروب، عارفين الحروب العالميه لما حصلت الاولى والثانيه موتت بقى مقدار كبير من يعني الكبار في السن اللي هم في سن التجنيد وما بعده، الشباب ساعتها والرجال والكبار راحوا الحرب وحصلت وفيات تعداد ضخم، اتبقت سيدات واطفال. فعلى ما يقدر بقى الجيل ده يكبر ويتجوز وينتجوا اطفال ويعملوا فتلاقي عندك فجأة اعداد، طبعا بيتكلم على المنطقة اللي كانت فيها الحرب دي، ففجأة يجي لك ما يسمى بالبيبي بومرز، عارفين زي كيرف كده طالع لك فجأة بأعداد كبيرة جدا، ساعتها انت محتاج تتعامل معاه بشكل مختلف. ففكرة طبعا البيبي بومرز والليت وكذا، كل دي متعلقة بإيريا معينة ممكن مصر ما تعرضتش ليها بالشكل ده يعني، بس عشان تفهم قد ايه ممكن تأثير البيبي بومرز والجنريشنز المختلفة اللي جت بعد كده اللي بنسميها جنريشن اكس بكمية كبيرة قوي بالملايين، يعني في الفترة من كذا لكذا اللي اتولدوا بعد البيبي بومرز يعني. طبعا واحدة من الأفكار يعني تلاقي انه في الوقت ده حاجات الأطفال هي الأكبر الغالبة اللي بتتباع، علم نفس الأطفال، فكرة الحفاضات والبامبرز وغيره، فكرة الدعم النفسي وغيره، وهكذا من منتجات، لغاية ما بعدها يجي بقى جنريشن واي اللي هم الأطفال اوف ذا بيبي بومرز، أطفال الأطفال بتوع أو أبناء الأطفال اللي كانوا وقت بعد الحرب يعني. فأنت ماشي كده في بلك بالملايين يعني، حاجة و60 حاجة و40 أو 50 مليون و80 مليون. فلازم الماركتيرز ساعتها يفكر، لان ده عامل فورسز عليك تنتج ايه بقى وما تنتجش ايه من مختلف الايه البرودكتس والسيرفيسز. طبعا يعني طبعا الكتاب هنا اورينتد شويه للمجتمع الامريكي او المجتمعات اللي اتاثرت اكتر بالحاله بتاعه الحرب يعني. طبعا هيدخل معاك بقى برضو هنا الهسبانيكس اللي هم من جذور اسبانيه، ما هيدخل معاك الكالرد اللي هم جايين من افريقيا زينا، السود او يعني اصحاب البشره البنيه زي حالتنا، مش الاصول الاوروبيه. وكل ده عمل دايفرستي يخليك تبيع لمين
وده بقى تخيل معايا كل اللي بنقوله ده انك تعرف تغيره. هل تقدر تغيره كماركتير؟ طيب لا 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 ملايين ما اقدرش اغيره. ده يعمل عليك فورسز بالدرجه ان لو انت ما بتعرفش تنتج ساعتها غير منتجات للكبار وعندك ملايين من الاطفال خلاص مع السلامه، شيل البرودكت بتاعك وروح بلد تانيه فيها فرصه. لده الايكونوميك انفايرمنت، الظروف الاقتصاديه. بس يهمنا هنا نراجع مع بعض هي ايه الظروف الاقتصاديه يا جماعه؟ يعني ايه الظروف الاقتصاديه؟ ايه مكوناتها يعني؟ الدخل، توزيع الدخل، يعني كل واحد دخله قد ايه؟ اللي هو بنسميه معدل دخل الفرد، اللي هو اجمالي الناتج القومي على عددنا. هتلاقي مثلا ان معدل دخل الفرد 1000 دولار غير لما يبقى 10000 دولار، يعني دي طاقه اقتصاديه كبيره يعني. توزيع الدخل، الدخل في ايدين 3% من الناس، اكبر فلوس او اغلب الفلوس عند 3% ولا متوزع على الناس بشكل كويس. ده نتيجة انه طبعا القوانين وظروف اللي بتسمح لكل واحد يتاجر ازاي، وهل انا عندي حق عادل او متساوي ان انا اخد كمية اراضي كبيرة واعمل مولات وكده واخد قروض من البنك زي ما عبد الرحمن اخد واحمد خد، ولا انا وانتوا لا او العكس. هي دي النقاط اللي بتفرق معانا في حساب الايكونوميك يعني انديكيتورز، يعني هل الثروه اللي هي الويلث يعني متوزعه بشكل متساوي ما بين الناس وكلنا عندنا فرصه لده. طبعا بيدخل معاك ممكن كمان معدل التضخم، سعر العمله، سعر الصرف مقابل العملات الاخرى، كل ده بيدخل ككونديشنز. يعني طبعا بلد زي مصر ممكن تلاقي الحاله دي فيها تربلنس، يعني بالذات من بعد 2010 مثلا، حاله الثوره وحاله التغير اللي حصل الاقتصادي في مصر او يعني التغير السياسي والاثر الاقتصادي بتاعه وارتباطهم ببعض عامل ازاي. فهنا تقدر تقول انه لا، الايكونوميك ديستريبيوشن، ايكونوميك كونديشنز عامله بردن. بس برضو بالمقابل يعني تقدر تفكر انها مثلا بالنسبه للسياحه، طالما ما فيش حاله تربلنس امني او سياسي، لا انت بلد تبقى جاذبه، لان انت سعر العمله بتاعك ومستوى الدخل ضعيف، ده معناه ان اللي جاي معاه دولار هيصرف ويجيب بيه حاجات عظيمه جدا، فبالتالي ممكن تبقى اتراكتنج. ودي يعني اللعبه الاقتصاديه اللي في حاله الاقتصاد، انه ممكن الاقتصاد يحصل له حاله تعافي تاني لهذا السبب. دلوقتي مثلا الحاله اللبنانيه مع كل الاسى والاسف لحاله لبنان، الا انه دلوقتي اللي يقدر يسافر لبنان الجنيه المصري بيصرف هناك كويس قوي، يأكلك أكل عظيم جدا ويقعدك في مطاعم يعني فاخرة، وتقعد في فنادق 5 نجوم أو 4 نجوم، وتتحرك وتسافر وتركب وتتعرض لفرص سياحية ما كنتش تقدر تعملها لو الوضع الاقتصادي في لبنان مستقر. هل أنا بقى كماركتير أقدر أغير ده؟ لا، هو موجود ويتشكل من قوة كبيرة جدا، وأنا يدوبك أحاول أتفادى الأثر أو الإمباكت بتاعه بشكل ما أو بآخر. سهل كده؟ natural environment. يعني ايه natural environment؟ حد عنده مثال؟ مثال؟ يعني definition natural environment هي الظروف الطبيعية، يعني درجة الحرارة، البلد مليانة جبال وتضاريس شكل عاملة ازاي، الأمطار، المناخ بشكل عام، التلوث، البروده طبعا اللي هي درجه الحراره برضو، التداخل ده كله مع بعضه بيدي فرص تعمل منتج ايه وما تعملش منتج ايه. مثلا يعني البلاد اللي عندها امطار كتيره جدا زي اوغندا مثلا، وانا زرتها الحقيقه، عندها وعندها تضاريس مش جبال عاليه، يعني تلال ومناطق مرتفعات معقوله، يعني بتدي فرصه المناخ ده لمناخ زراعه مثلا قهوه وقصب ومنتجات كتيره جدا بتعتبر سله غذائيه غنيه يعني، وما عندهاش احراش او غابات كثيفه تمنع التعامل معاها. يعني مش زي مثلا ماليزيا استوائيه شديده الاستوائيه واشجار وغابات كثيفه ثقيله ما لا يسهل معاها الزراعه. يعني ممكن تزرع اخشاب اولى من انها تزرع مثلا او البامبو اكتر ما تزرع الحاجات المنتجات زي الشاي زي القهوه زي القصب السكر والكلام ده كله. فبالتالي في ميزه لاوغندا انها طبعا من منابع النيل او من نقاط منابع النيل ومصبات والبحيرات المائيه الكبيره اللي عندها
والأرض عندهم تضاريسها مش جبال عنيفة، تلال كبيرة، جبال صغيرة تقدر العربيات تتحرك فيها والأفراد وكده، ومساحات شاسعة وأمطار أغلب الوقت على المرتفعات دي، فبتدي ثروة كبيرة جدا. متروحش أنت ساعتها بقى وتقول هزرع منتج عكس ده، رطوبة مع الأمطار مع كذا تناسب مناخ قهوة قصب مثلا شاي من النوع ده. فأنت هنا بتتعامل مع الانفايرمنت بهذا الشكل، وتبقى فورس بتأثر عليك تحاول تحولها لحاجة بوزيتيف. طبعا لو في بقى بوليوشن وتلوثات وغيره هتبقى أزمة، تبقى مشكلة حسب المنتج والبرودكت اللي بتتعامل معاه. سهل كده؟ طبعا هنا الكتاب لو مشيت معاه خطوه خطوه بيدي امثله كتير الحقيقه، بتدي فولفيلمنت يعني في افكار زي البطاطس، زي الكهرباء والتعامل مع الكهرباء، يعني زي انك تبقى موجود، زي الازمه اللي احنا ممكن نبقى موجودين فيها حاليا، منابع النيل، حد موجود في الاول، حد موجود في النص، حد موجود في الاخر، كل دي بتعمل بيردن عليك وبتدي طبعا فرص، يا تعمل ثريت يا تدي اوبورتيونيتي. فشركات المياه واللي عندها فرصه تستكشف ابار وينابيع مياه وتستحوذ عليها وتعملها باتل ووتر هيبقى ليها ريكوجنيشن اكتر. لو المنتج بتاعك بيعتمد على المياه وانت مش كده هتتاثر سلبا، وهكذا. تكنولوجيكال يعني ايه تكنولوجيكال؟ زي الاكزامبل اللي احنا كنا قايلينه زي زيروكس. زيروكس. انت دلوقتي الدنيا تحولت، ما بقاش انا يعني بقى الموبايل اللي في ايديا اقدر اعمل بيه، يعني فكره مثلا بتتكلم على زيروكس على بعضها، فاكرين الديفايس اللي كان اسمه سكانر؟ يعني السكانر ده يعني بقى حاجه تحس انه بقى تراثيه مثلا، يعني ايه بقى افتح واحط الورقه، ما الموبايل اهو وبيعمل زوم زي الفل، وكمان في اللينسز يعني اللي جوه قويه جدا، وممكن اعمل ماكرو ويبان الكاركتر واضح جدا، وكمان ينزل شويه سوفت وير يقدر يحدد الايدجز كده بتاعت ال اسمها ايه دي الصفحه، واكتر من كده كمان يبقى معاه اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن او سي ار بانهي لغه، لا لغات كتير كمان، فيقوم اصور الدوكيمنت هوب بقى وورد فايل. يا سلام ايه الجمال ده، ده احنا كنا بنعمل سكاننج والصوره قد كده، ولا لسه بقى السكانر ده الدرايفرز بتاعته موجوده ولا مش موجوده، عصور كانت عصور ظلام يعني، ما ال ال والفاكس ميلي، يا ايه فاكس ميلي ده يا جدعان، والله دي ديفايس قد كده تجيبها وتوصلها بالخط التليفون وتقعد تدي لها الورق علشان تبعته الناحية التانية عند الناس، والورق بقى سلام كان الأول مانيوال، فتقعد تدي له ورقة ورقة، لما تطور وبقى في فيدر مثلا تحط له 4 5 ورقات يسحبهم، إيه الأوتوماتيكية العظيمة دي يعني. فلما طب الطرف الآخر الفاكس عنده الورق خلص، ده اضافوا له ميموري هياخد الديجيتال سيجنال اللي جاله دي هيسيفها عنده عشان لما تجيب ورق يقوم طبعه، ايه التكنولوجيا الفظيعه دي. دلوقتي تك تك تخ بوم خلاص، انت بقى الموبايل بالنسبه لك ستيشن كامله تصور وتعمل وكذا، ويا سلام لو عندك برينتر ولا تبعت لحتى ديجيتال سيرفيسز تطبع وتعدي تاخد الورق وانت ماشي، لو انت عايزه يعني لو فيزيكال بريزنس معين يعني. فالسمارت فونز والديجيتال كوميونيكيشن وطبعا والكوميونيكيشن انتوا ادرى بيها مني يعني، او الانجينيرنج تكنولوجي زي الار اف اي دي، خلت الدنيا كراديو فريكوانسي وتعمل ايدنتيفيكيشن تحطها بقى في كتاب صغير وانت معدي اتخصم، ودلوقتي الدنيا عماله تزيد، فبقى في ديجيتال اوتوميشن كامله، هات الكتاب، هات الورقه، هات البنسل، هات الستيشنري، حطها وعدي، كل ده اتخصم من الكريدت كارد بتاعك اوتوماتيكيا يعني. ف طبعا التكنولوجيا بتضيف افكار كتير، سواء كانت في البيمنت يعني جيت ويز وغيره، او في السكيورتي مثلا، ان نقدر نقرا انت فين، ونقرا خرجت ولا اخذت الكتاب ولا لا، وكنت موجود هنا في الوقت الفلاني ولا لا، وقعدت قد ايه واستخدمت ايه وشفت بعينيك ده ولمست الحاجه دي وحطيتها معاك وسبتها وفريت كده يعني، كل ده تقدر تقراه بالديجيتال تكنولوجيا عظيمه، الا انها في الاخر بتفرض عليك يعني بردن كبير. دلوقتي الخبر الاخير اللي بيتقال انه امازون بتاخد ابروفال او اخذت يعني ابروفال على ديليفري بالدرونز، فالجماعه اللي بيوصلوا بعربيه اسطول العربيات ده يروح فين دلوقتي يعني، وبارسلز مش قليله يعني، يعني بتشيل السيرفس بتاعي ده هيوصل بالسيرفس ده حجمه
مش كبير، تشيله الدرون ووزنه يعني في الاخر بالباكينج 2 كيلو يعني، فتشيله عادي خالص. فالعربيه اللي بتاعت، تخيل انا الفيزيكال العربيه اللي عماله توزع لفيدكس مثلا او ارامكس او كل الاسماء دي، لازم يشوف ديبلويمنت سريعه جدا يتفادى بيها الفورس التكنولوجي دي هيتعامل معاها ازاي. فبالتالي الديجيتال تكنولوجي، الوايرلس كوميونيكيشن، التكنولوجيز المختلفه دي، ادي الار اف اي دي هتحطها تلزقها في اي حاجه والدنيا بقت زي الفل يعني. طبعا في حاجات بقى بتاوفر رايد بقى الديجيتال سيرفيسز، مثلا لو تتخيلوا معايا بقى عالم، مش هقول حتى الفي اتش اس يعني، عالم السي دي روم. يا سي دي روم راح فين ده كل سنه؟ طيب دي في دي، البلو راي العيني المسكين ده ما لحقش بتاعي يعني. البلو راي يعني يمكن السي دي روم اخد وقته لو انتوا فاكرين يعني، مش عارف انتوا عايشتوا الحاجات دي ولا. ايوه يعني السي دي روم اخد وقت، الدي في دي اخد وقت، البلو راي ما لحقش يعني. على ما تفكر تجيب ديفايس اسمه درايف يعني يحرق ويقرا بلو راي، كانت خلاص اوفر، خلاص بخ وقت الدنيا، الباندويث كبرت قوي، وخد اللي انت عايزه بقى، ادي لك الكواليتي اوف ديجيتال البلو راي ده، اسف ديجيتال كواليتي ديجيتال، خد نتفليكس بلو راي ليفل ولا مش عارف ايه، ما انتش محتاج تجيب البتاعه دي وفيزيكال تشتريها وتتشحن لك او تنزل من ستور ويبقى عندك البلاير بتاعها اللي قد كده ده، اللي هو اصلا بقى يعني قد حجم التلفزيون ولا اكبر من حجم الكمبيوتر بتاعي، والبروسيسنج باور بتاعته بعد شويه 6 شهور وكل سنه طيب بقت قديمه خالص، انما الكمبيوتر بقدر ابجريد ورامات وغيره. فواحده من الافكار يعني اللي ممكن تكون اثرت بشكل ما او باخر. سهل كده؟ بوليتيكال طبعا، ما فيش اقوى من البوليتيكال سوشيال، زي ما احنا عايشنا مثلا في مصر البوليتيكال تربلنس، التغير من نظام حكم لنظام حكم تاني وتالت ويمكن رابع، والتربلنس والتغيرات اللي حصلت عندنا، وقد ايه بتفرض قوانين وبتفرض اوضاع وبتفرض حالات. حتى احيانا انت كانفستر او انت كشركه اتاثرت بده، مع ان لما يحصل فيه بوليتيكال تربلنس، لو انا معايا فلوس مش هشتري. ليه؟ طب ما تشتريش، ما تنزل تاكل. اكل ايه دلوقتي وفي تغير في نظام الحكم وفي حظر تجول او في ثوره في الشارع او في احتماليه مظاهره؟ مش هنزل اكل. طب انا متشجع واكل واطلب دليفري. ايوه، فين العربيه اللي تجيب لي دليفري؟ خايفه تيجي يعني، خايفه توصل او يعملوا ريستريكشن في الوقت. فبالتالي البوليتيكال انفايرمنت من قوانين الحكومه والتغيرات الحكوميه او تغيير البورد اللي بيحكم على مستوى الحكومه وغيره بيأثر عليك بشكل كبير جدا، وانت يو كانوت افويد، انت كشركه مش تقدر. طبعا هو هنا منزل اكتس وقوانين يعني وحاجات كلها ليها علاقه بال، بس انا حبيت اقول لكم المثال بتاعنا، المثال واضح جدا، الثوره المصريه وما حدثت او ما حدث او ما قد يعني يظل يؤثر علينا. نستثمر ما نستثمرش، نتوسع ما نتوسعش. طبعا بيدخل معاك الكوفيد مثلا، وممكن الكوفيد ده يبقى مسمى معاك ناتشرال ومسمى معاك هيلث ومسمى معاك تكنولوجي يعني، وحاله التربلنس اللي اثر بيها بوزيتيفلي ونيجاتيفلي يعني. بعض مثلا شركات اللي عندي يعني بديلهم كونسلتيشن، شركات توزيع الزيوت مثلا، بيقولوا ما تاثرناش. طب ليه يا جماعه ما تاثرناش؟ لانه انت هل مثلا لقيت شورتج بتاعت مواد غذائيه؟ حقيقة يعني وقت الكوفيد خالص، وقت حتى الذره المحلات الخضار شغاله، محلات السوبر ماركت شغاله، كلهم عندهم بضاعه وفيره يعني. ده معناه ان في اسطول من السيارات وحركه النقل كان شغال ابطا شويه، لان يمكن استهلاكك انت اقل سنه صغيره، انما الحركه موجوده. فبالتالي استهلاك الزيوت والتشحيم والسبير بارتس الروتينيه ده، بيقولوا ما تاثرناش، فضلنا شغالين زي ما احنا بشكل عادي. فممكن ياثر كده، وممكن بالمقابل شركات الفاست فود مثلا او كل التشينز بتاعت الفود، لا كان عندها حاله كاتاستروفيك يعني، وصلت لتخفيض العماله لل 5 و 10% وانه مش قادر يوصل دليفري علشان الظروف الحظر وغيره. فده اثر للكوفيد ممكن يبقى بوزيتيف عادي ما عملش حاجه، او نيوترال واكستريملي نيجاتيف.
الكالتشر انفايرمنت اللي هي العادات والتقاليد والاخلاق والثقافه والمفاهيم والسلوكيات اللي هي مسميها هنا على جنب اللي بتاثر على الحياه الاجتماعيه للناس، قيمهم ايه؟ ايه القيمه اللي بيصدق بيها الناس دي؟ الاعتبارات، المعايير، الاخلاقيات، السلوكيات، العاده والتقليد اللي بيعملوه. فمثلا هل الناس تقدر الحقوق ازاي؟ بتقدرها تبعا للقانون ولا تبعا للرجوله والشهامه؟ ويلا بينا عبد الرحمن، يلا بينا احمد، احنا مين؟ انتوا مين اصحابكم؟ مين خالد مثلا؟ خالد في عيال علموا عليه هناك، تعال نعلم عليهم، حتى لو بالكلام يعني، عارف ممكن ما تبقاش قوي فتنمروا عليه، تعال نتنمر عليه. هل دي الفاليوز اللي بتحكم المجتمع ولا ايه؟ المجتمع بيرى ازاي الزواج؟ هل يراه بشكل معين ولا اللي هو قانوني شرعي كده، ولا بشكل فريندلي واتفاق ما بين طرفين وخلاص مالناش دعوه بيه ولي الامر ولا العيلتين ولا غيره؟ الالفاظ والكلمات والمفردات من ده. فمثلا لما تبص على مجتمع بيتكلم لغه عربيه فصحى ومجتمع بيتكلم لغه عاميه واكتر من كده كمان فيها بعض الالفاظ النابيه، الفاظ خارجه، الفاظ، طب يعني ايه الفاظ خارجه؟ والله انت بتتفرج على مسلسلات انتاج امريكي او اوروبي بتلاقي الالفاظ النابيه عاديه خالص، يعني بتتقال بمنتهى السهوله، اللي هو ممكن بالمقابل في مسلسلاتنا وافلامنا العربيه مش موجود. تقول لي بس استنى، مش موجود ازاي؟ انت ما بتشوفش المسلسلات والافلام الاخيره؟ اقول لك ايوه، اذا عنصر الزمن له دور. يعني الزمن، المثال يعني كان يقول لها زمان يا نينا مثلا، دلوقتي يقول لها عايزة يا ست انتي، او ينده لامه او والده بالاسم. طب هل ده يعني فايوليشن؟ والله برضو حسب، اصل ممكن يكون بينادي البابا والمامته والده والدته بالاسم ود وحب وتقدير، وممكن يبقى من باب الاستهزاء والسخريه. فالديبنس بتتقال ازاي يعني، مش مجرد اللفظ يعني، الا اذا كان اللفظ طبعا والمجتمع بيعتبره خارج، لفظ خارج، لفظ نابي. ف دي الفكره يعني، الناس بتصدق بايه وتؤمن بايه وتقدر ده ازاي وتشوفه ازاي، من حيث القوانين، من حيث الاخلاقيات، اللبس، شايفين اللبس ازاي. احنا عندنا مثلا يا جماعه زي ما انتم عارفين بنحكم على الناس من اللبس، يعني شوف كده عبد الرحمن التيشيرت عليه لوجو هنا عصفوره دي، ده غالي، يا سلام لعبد الرحمن، ده راجل محترم. يعني انت هتحكم على عبد الرحمن من هيئته، لابس كويس، او يعني قصدك لابس كويس، لابس من حاجات غاليه، والله ده في ده وفي ده يعني. ودايما تلاقي دايما كل اللي بيقول لك يعني، كل ما المجتمعات، ودي ستاتستكس موجود، كل ما المجتمعات تطورت ثقافيا او يعني كلتشر وايز، كل ما تلاقي بتصرف على الاكل اقل وبتصرف على اللبس اقل. طبعا ده مقترن شويه بان حجم دخلهم برضو اكبر وان ظروفهم الاقتصاديه مستقره، فبالتالي هو يعني لما بيشتري تي شيرت هو بيشتريه ريلاتيفلي من حجم دخل كام والبرشيسنج باور ايه، ده صحيح. انما في الاخر مستوى الاهتمام، محدش هيبص انت البنطلون ده من انهي براند، بس مش للدرجه دي، امال فيرزاتشي وجوتشي والاسماء الفظيعه دي بيبيعوا حاجات عجيبه، بس السيجمنت قليله مش الماجوريتي الحقيقه. لما تروح للمحلات دي هتلاقي مش هي دي الماجوريتي في الستيتس مثلا، في يوروب وغيره، الماجوريتي لا يعني. وبعدين ممكن واحد يكون لابس الوان عجيبه جدا، احنا بنسميها عجيبه يعني، هو هناك محدش باصص له اصلا يعني، محدش شايفه يعني، محدش، هو مستني لما يتكلم بيقول اللي انا عايزه وبيفهمني ويعبر عن الموضوع اللي احنا فيه ولا لا، انما لابس ايه، متشقلب، عامل ايه، مش هتبقى في الفوكس قوي يعني. فالكتاب هنا بيقول افكار كتير قوي على ليها علاقه بالدايفرستي المختلفه، طبعا الاعراق يعني، ده جاي من انهي بلد وده جاي من انهي يعني للاسف يعني قبيله يعني. ممكن انت مثلا قاعد هنا في مصر حاجات بنتفخر بيها، انا صعيدي مثلا، انا بحراوي، انا من القاهره، وممكن بالعكس تبقى مسار سخريه واستهزاء، ده صعيدي، زي انت هندي، احنا يعني انت هندي يعني، وكأن الهندي ده سبة او حاجة مش لطيفة يعني، في حين ان هم فعليا سبقونا يعني. لو قارنا الامة الهندية بالامة المصرية، لا هم سبقوك في حاجات كتير، سبقوك في سوفت وير، في تكنولوجي، في فضاء مثلا، في زراعة، في غيره، عندهم فقر ومشاكل
بيئية ضخمة، إنما في الآخر هم سابقينك في حاجات كتير. ليه أصلا؟ ليه بتشبهه بحاجة سيئة يعني؟ فزي ما أنتوا عارفين الألفاظ بتاعت الكتير يعني، أنت هندي شايفني هندي، الفيل بره، مش عارف يعني، ساعدوني بأفكار شبابية أكتر يعني، إنما ده موجود، ده موجود بشكل كبير يعني. إيه تاني عندكم أفكار في الكالتشر يعني؟ هو يعني الكالتشر أنا حاولت ألخصها كلها، حتى وصلنا أهو للأوبجيكتيفز والتشابتر، والتشابتر بيخلص على كده. إنما تاني الكالتشر هي عبارة عن كده، ما يعتادوا الناس، ما يعني مثلا تلاقي عندك أنت لو حصل حالة وفاة الناس تزعل قوي، ما جيتش عزيتني، ما جيتش أصلا عزيتني يعني. في المقابل في مجتمعات أخرى ده ممكن ما يبقاش متشاف أصلا، فلان عنده حد مات خلاص مات أوكي، لما قابله أقول له يعني أنا آسف لخسارتك الفظيعة دي وكده وخلاص بس، إنما ما جالكش. والعكس برضو، لو رحت له هيقدر ده قوي يعني، يا ده عبد الرحمن جه عزانا في كذا، ده احمد جه الفرح وعمل كذا، ولما جه الفرح رقص يعني حاجه، هو انت بتعتبر انه رقص او احتفل معاك او شاركك يعني. في اماكن اخرى لا، هو جه وخلاص، جه وقعد بس، مش لازم يعمل حاجه تاني. لو ما قامش ايه ده ازاي ما شاركناش فهنا مش مساله صح وغلط، هنا مساله الكالتشر دي بتعتبر ايه وتقدر ايه. بتقدر الأم هي المسؤولة ولا الأسرة هي المسؤولة ولا الأب هي المسؤول؟ وبالتالي لما تيجي تبيع بامبرز ولا تجيبي تبيع حفاضات وتبيع منتج أكل، بتخاطب مين أنت بقى كماركتير؟ هتخاطب الأب ولا تخاطب الأم ولا تخاطب الأسرة؟ وأنت بتبيع خدمة تعليم مدرسة، الأب ولا الأم؟ هتشوف الفاليو المقدرة في المجتمع ده. الفاليو المقدرة للمدرسة إيه؟ إنها خيل وسباحة وأشجار ومبنى وتكييف. لو هو المجتمع بيفاليو المدرسه كده هتبيع له المدرسه كده، او هتضطر تتعامل معاه كده. انما المجتمع يقدرها بهذا الشكل، وانت تقول له لا سيبك من الكلام ده كله، احنا عاملين مباني بسيطه انما بنعلم الاولاد بشكل تفاعلي. ايه ده يا استاذ يعني؟ مفيش كوزز؟ لا يعني مفيش تعذيب؟ لا يعني مفيش كراسه قد كده والولد يجيب شنطه قد كده ويروح بيها يعمل كده؟ لا مفيش والله، احنا بنقعد الاولاد ويفكروا مع بعض يفكروا مع بعض ازاي يا استاذ؟ يعني مفيش يا استاذ بتاع كده يعني. هتلاقي حتى ولي الامر بيقاوم، ده مش سهل عليه انه يقبله يعني، انه نقول يا جماعه نقرا الشابتر. انا بقابل ده احيانا لما بندي كورس، انتوا ممكن اتنين بس، بقابل ده لما بندي كورس مع عدد كبير 60 واحد، بقول يا جماعه اقروا الشابتر ده ونتناقش فيه المره الجايه. حضرتك مش هتشرح؟ ما هو الشرح هيجي بالنقاش يعني، هنتناقش في المحتوى بتاع الشابتر. ما انا ممكن اقعد والله اتكلم ساعتين ثلاثه وتسيبوني ما وتمشوا وانا هفضل اكمل كلام، بس مش هو ده المنهج التعليمي المناسب. المنهج التعليمي المناسب بيقول الناس تبص على المحتوى وبعدين نيجي نتناقش فيه، وبعدين انت تطرح عليهم اسئله. اذا اطرح اسئله قبل ما نشرح، ايوه، لان هو قرا الكونتنت، الكونتنت ده معمول ومجهز ان انت تقراه على طول دي 1 انك تقراه. انما الافكار البينيه الاكزامبلز التطبيقيه علينا هي دي اللي محتاجين نناقشها، وانت تفهم بالسؤال او تفهم بالتساؤل، انا عايز اعرف هي دي كده ليه، فانا ناقشك هي كده ليه. وانت يمكن بنقاش يعني متبادل موتشولي ما بيننا، متجانس كده ومتساوي، نوصل للمفهوم اللي يوصل لعقلك افضل ما انا اقوله لك بشكل بوش. انت بتبول مني المعلومه. وبيقولوا ان انا او يعني كمحاضر عشان اوريك فرق الفاليوز يعني، ان انا اشتغل معاك كفاسيليتيتر اسهل لك لدماغك توصل للمعلومه يعني. انا بتعامل كان انا اداه من الادوات، مش انا اللي جاي اديليفر كذا، لا مش جاي اديليفر، انا جاي افاسيليتيت العلاقه اللي ما بينك وما بين مخك ومداركك ومشاعرك واحاسيسك والتكست وخبراتك، احاول احط ده وحركه مع بعضه وفاسيليتيت ايسر ده، فانت تفهم وقد وطبيعي جدا تفهم احسن من اللي انا فهمته، وتبقى خبراتي انا اللي موجوده هنا هي اضافه سلبا مش ايجابه، مش لازم تبقى اضافه ايجابيه، مش لازم، المهم ما تبقاش اضافه غلط يعني، انما الاضافه الايجابيه القويه الحقيقيه هتطلع من عندك بتجربتك بخبراتك اللي انت متاثر بيها. ولذلك لما بنقفل الكاميرات وما نبقاش متفاعلين مع بعض، ده بيقلل حاجات كتير قوي، بيقلل التفاعل، بيقلل الاستفاده، بيقلل الطاقه اللي طالعه من عندي وفرصه ان انا اتفاعل معاك كويس وهكذا بيقولوا في انا بس بوريكو قد ايه الكالتشر دي ممكن تبقى فيها افكار والمنتس تاثر او تعمل انفلونس على الحركه
والحاله التسويقيه بتاعتك بحيث تكونسيدرت هتعامل معاها ازاي. تاني هي بيزك فاليوز بيرسبشن بريفرنسز اند بيهيفير، كل واحده من دول هتلاقوها يعني في طبعا بيقولوا في مثلا كور بليفز والسب، يعني ايه كور وسب، ودي هتبان معانا هوبفلي نقدر ناخد شابتر 5، هتبان معانا في شابتر 5 يعني المصريين لهم اندرستاندنج. جوه المصريين في مجموعه كده من الصعيد او من الجنوب، مجموعه كده من القاهره، ممكن تلاقي بتوع زايد واكتوبر ليهم مفاهيم فرعيه اخرى يعني. فبالتالي في حاجات اساسيه، في اخلاقيات اساسيه واخلاقيات فرعيه، في قيم اساسيه للمجتمع المصري كله مثلا، وفي قيم فرعيه منه، في قيم في التعليم بشكل عام، وفي قيمه او اعتدنا على قيمه معينه جوه كليه هندسه مثلا، او جوه كليه تجاره، او جوه كليه كذا، بحري، الصعيد، القاهره، الدلتا، المركز، اللامركز، سينا، مدن القناه وما شابه. سهل الشابتر ده؟ الو يا شباب. الو طيب انا عايز اوقف كده النهارده، اقطع شويه وانا ملاحظ. ف يعني اقروا الشابتر وحلوا الكويزز وابعتها لي، الكويز بتاعت بكره، واعملوا سبمشن اونلاين، وهنتقابل ان شاء الله بكره برضو نفس الميعاد علشان نتكلم عن الماركتنج ريسيرش، ازاي يتعامل مع كل الانفايرمنت يعني، او انفايرمنتال فاكتورز دي انترنال واكسترنال، وازاي انتجريت ده او نركبه مع احتياجاتنا ان احنا ناندرستاند الماركت وناندرستاند البيهيفير وناندرستاند النيدز وونتس ديماندز اوف اور كاستمر كونسيوم. تمام، شكرا، ونلتقي غدا ان شاء الله. ان شاء الله. حد عايز اي سؤال، اي استفسار؟ لا كله تمام. طيب شكرا يا شباب، شكرا لكم.